أحدث الإصدارات اللي وفرناها من خلال معرض بغداد الدولي هي مجموعة كتب علمية للأطفال والناشئة، يعني من سلسلة تجارب إلى موسوعات في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات، إضافة إلى موسوعات بالحيوانات المختلفة والأطالس الجغرافية للكرة الأرضية والوطن العربي والعالم، إضافة إلى بعض الكتب السياسية الحديثة اللي يعد أهمها كتاب القيادة لوزير خارجية الولايات الأمريكية المتحدة وراسم استراتيجيات هنري كيسنجر، ومجموعة من المؤلفات الأخرى من ضمنها كتاب هارون رشيد للمرحوم الدكتور عبد الجبار جومرد اللي هو من أكثر الكتب يعني طلبا لدينا، فكل ما تنفذ وجبة احنا نوفر مجموعة جديدة من النسخ الأخرى. أكثر كتب مبيعا عندنا هي أيضا 3 روايات، الأولى هي دياجير الموصل للكاتبة مها الفارس اللي تتناول أحداث الموصل خلال سيطرة التنظيم الإرهابي، ورواية إلياس في بلاد داعش للمؤلف حسن بلاسم، ورواية أيام الماعز اللي يعني تقريبا أكثر روايات مبيعا في هذه الفترة. أحدث الإصدارات من دار ماشكي لهذا الأسبوع عندنا في المسرح الأطفال أرنوب وسنجوب للأستاذ الكبير طلال حسن، عندنا في المقالات الفكرية إطلالة من نافذة الفكر للأستاذ ضحوي الصعيب، عندنا في أيضا المقالات الساخرة حائط آيل للسقوط لغازي فيصل العرب، وعندنا في التفسير العلمي الحديث رؤية علمية جديدة لبعض آيات التنزيل للأستاذ علي رؤوف الشهواني، وعندنا أيضا في مجال الاقتصاد تاريخ الفكر الاقتصادي الحديث للأستاذ الدكتور فواز جار الله الدليمي، وعندنا أيضا في مجال النقد أو الدراسات الأدبية عندنا الأثر الحضاري في الشعر الجاهلي عدي بن زيد العبادي نموذجا، والمهيمنات الأسلوبية في شعر بشرى البستاني مصعب نجاح، وعندنا أيضا من في المعجم أصدرنا معجم الكسائي وهو المعجم الأول لهذا العالم العربي.